I can feel it. Your guilt. تريلر Silent Hill Ascension اللي انعرض مؤخراً أثار العديد من التساؤلات، لأنه ببساطة فكرتها جديدة، فشي طبيعي إنها تسبب حيرة عند البعض. فلهذا السبب حبيت أعمل هالفيديو لحتى أوضح بعض الأمور عنها. لا تنسوا اللايك. Let's go. القصة كانون، يعني مرتبطة بقصة السلسلة وليست جانبية. القصة تتمحور حول الصدمة العائلية المتوارثة عبر الأجيال، وبتحكي لنا قصة ناس من حول العالم بواجهوا رعب هم تسببوا فيه، وبنجذبوا لظلام سببه جرائم قتل صارت مؤخرا، بالإضافة لمخاوف مكبوتة. Silent Hill Ascension ليست فيديو جيم، والمطور جينفيد شبهها بمسلسل نتفليكس تفاعلي. مسلسل Silent Hill Ascension حيتم بثه بالاعتماد على نظام Amazon IVS اللي هو Interactive Video Service، يعني باختصار إذا عندك PC على متصفح، كونسول، موبايل، فوضعك تمام، بتقدر تشوف البث وتشارك. حيكون في بث يومي، يعني كل يوم بتصير أحداث جديدة، عندك 24 ساعة لحتى تشارك وتحدد مصير الشخصيات، وفي بعض الأحيان أكثر من 24 ساعة، يعني مش شرط تكون موجود لحظة ما بيصير البث. البثوث ستكون مؤرشفة، يعني كل يوم حيكون في فيديوهات بتلخص الأحداث، وكل أسبوع حيكون في حلقات بتجمع لك أهم الأحداث. زي ما قلنا هو مسلسل تفاعلي، يعني في أمور بتعملها في البث، مثل حل الألغاز، اتخاذ القرارات، وأمور تانية لسه ما توضحت. هذه الأمور بترفع نسبة تصويتك، يعني بترفع احتمالية إنه قرارك هو اللي بيتنفذ. كل ما شاركت أكتر، كل ما تأثيرك على اللعبة كان أكبر. البثوث حتدعم عدة لغات، لكن ما تم الكشف شو هي اللغات. أتمنى طبعاً اللغة العربية تكون واحدة منهم. بالآخر حيكون في بس نهاية واحدة، ما حدا بيعرف شو هي، حتى المطور نفسه ما بيعرف شو هي. ولكن في إشي حلو صرح عنه المطور، وهو إنه بعد ما تخلص المسلسل حيكون في إشي زي New Game Plus لحتى تشوف شو نتيجة الخيارات التانية. هذه كل المعلومات اللي قدرت أجمع لكم إياها بخصوص Silent Hill Ascension. أتمنى إنها تكون وضحت بعض الأمور، وإن شاء الله إذا صار في معلومات تانية جديدة أكيد رح أشارككم إياها بفيديو جديد. إحنا هيك وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ولا تنسوا تكتبوا لي في التعليقات شو رأيكم وتوقعاتكم لمسلسل Silent Hill Ascension. أنا طبعا بتشكركم كتير للمتابعة، وقريبا برجع لكم بفيديو جديد. بأمان الله.